هو اللي عم بتابعنا عبر شاشة ام بي سي في الجيم الاخير من اغلب السقة. طبعا احنا ايدنا الشموع احتفالا بدرة، ولكن الشموع لن تخفف من حماس اللعبة الاخيرة. من سيفوز في اللعبة وفي الحلقة الكاملة، درة ولا سقة؟ هبدأ بسرعة بشرح الجيم قبل ما يدوبوا الشمعات. قدامكم خمس شمعات بألوانكم، ومعاكم سيف من الخشب. عليكم استعمال السيف، تمسكوه بإيدكم وتطفوا الشمعة، تطفوا الفليم من غير ما تقع الشمعة. زيها بالهواء. اللي هيوقع الشمعة هيخسر، واللي هيطفي الشمعة بسرعة هو الكسبان. اوكي ربنا يستر. جاهزين؟ لو سمحت بوزيشن، لو سمحت بوزيشن. أنا عندنا أربع مرات كده يعني؟ لما تكونوا جاهزين تقولوا لي. جاهزين؟ إن شاء الله. يلا. طفيت الشمعة، طفيت الشمعة يا حبيبي. بنحضر. أي 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 يا أحمد، ما يقشر. 1-0 لدرة. أنا باخد وقت وأنا ما بعملش حاجة. الشمعة وقعت. يلا. بسم الله. يلا. النتيجة واحد. برافو. كملي. كملي. برافو. يس. برافو درة. يس. برافو درة. برافو درة. ما خدت كم نقطة. أنا لقيت الحل. هلا الجيم. أحمد ركزوا معي. هي من هنا. معي يا جماعة. مش من هنا. فاضل محاولتين. لازم السقة يكسبهم. عم نشوفها على على السلو موشن الإعادة. حسعيد. طفى وحدة أحمد. طفى وحدة. طفت. لا. معلي. وقعت درة. وقعت درة النقطة. أنا وقعت وحدة. حسعيد. خلصة. ركزوا ركزوا. أحمد أحمد طفى وحدة. درة طفت اثنين. اثنين باثنين. من نصيبك لأي جمعية خيرية بتحب تتبرع يا درة بالوطن. درة الحمد لله. عايزة اتبرع لمستشفى مجدي يعقوب. طبعا اكيد كل الاحترام للسير مجدي يعقوب ولكل اللي بيعمله، ويا رب يبقى خير يعني، واطفال كتير يستفيدوا. مبروك يا درة. جزاك الله خير. بنات يقدروا يعني، بنات لازم يثقوا في قدراتهم يا جماعه. جير باور. دي جير باور. دي رساله لكل البنات. جير باور. يو كان. احنا جامدين. تسقى.